ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف المرحلة الأخيرة لوصفة شيف ونص لشهر العسل. سهلة جدا وفينا نعملها بكل سهولة، وزي ما قلت بنخليها ببرطمان أو نقدمها بطريقة شيك. دلوقتي هنشوفها مع بعض. احنا في المرحلة الأخيرة ليها، شايفين طبعا سبت العسل مع السمسم مع الجنزبيل مع القرنفل، كل ده على نار هادية خالص، والعسل النحل خلاص اتبخر وبقى زي الكراميل تحت اهوت. شايفين الجمال ده كده، الخلطة الجميلة دي كده حلوة اهو. بعمل ايه بعد كده؟ عندي اللب اللي هو بتاع القرع العسلي. طبعا احنا ممكن نختصر الوقت ونجيب لب من عند الراجل بتاع المحمصة ونقشره بالشكل الجميل ده كده ونطحنه شوية. ممكن انا قلت قرع اللب ده مفيد جدا، اللي مش حابب اللب وما عندوش وقت بقى يقشر لب وفاتوا الموضوع، وعندنا في البيت شوية عين الجمل اللي هو الجوز، ناخد عين الجمل نعمل نفس الطريقة ونضيف له الخلطة دي. يبقى بديل اللب ايه؟ عين الجمل اللي هو الجوز اهوت. اللب بعد ما طحنته بنزل بيه كده، الله، هو ده هو ده اللي انا بدور عليه. ده اللب بعد ما انطحن بقلبه كده مع الخلطة الجميلة دي كده، الله. ده بقى الخلطة دي مهمة جدا زي ما قلنا لشهر العسل، للناس اللي بتعاني من ضعف الذاكرة، حلو قوي، قيمته الغذائية عالية، وخاصة الناس بقى اللي بتذاكر وداخل على امتحانات مفيد جدا، وكمان للحالة النفسية ما اقولكمش، لان القرع فيه قيمة غذائية عالية جدا، والحاجات اللي انا ضيفها معاه احنا عارفين كلنا، العسل والسمسم والجنزبيل واللب نفسه اللي انا ضيفته ده، حلو قوي. الخلطة ديت يا اما نشيلها ببرطمان زي ما قلت، حلو قوي، ادي نعتبر ده البرطمان ونشيلها في البرطمان ونقفله بعد ما تبرد ونخليها في التلاجة. كل يوم الصبح ناخد معلقة من الخلطة الجميلة ديت، يا اما نقدمه بطريقة شيك حلوة قوي كده لضيوفنا ونعرفهم ان احنا عاملين حاجة حلوة. عندنا كاسات صغيرة كده ممكن نخليها في التلاجة ونقدمها بالشكل ده كده، يبقى كل واحد ياخد كاسته الصغيرة دي كده، شايفين الجمال ده كده، ونعمل حاجة حلوة لو احنا في البيت عندنا عين الجمل، نحط على كل واحدة فص عين الجمل كده من فوق على الوش، يقرقشها كده تحت سنانه وياكل اللي في الكاسة ده كده، وتدعولي بعد كده وتقولوا ربنا يسترها معاك يا شيف احمد، حلو قوي. لا اللي في المعلقة دول مهمين جدا، تستاهل الواحد كده يمسك المعلقة يظبطها، حلو قوي. كل ده كده نلمه، كاسة كده، الحاجات دي اللي انا بعملها ديت يا ريت نجربها وتقولوا لي رايكم، حلو كده. انا عملت القرع العسلي ده، نعتبر ده البرطمان وده للتقديمه وهي سخنه، مع فص جوز الجوز او عين الجمل زي ما قلنا، ويتقدم كده للضيوف عندنا، حلو طبعا هيحلموا بيه العمر كله. تعالوا نشوفوا مع بعض الفول بقى، له قصة طويلة عريضة. الفول دمسناه مع بعض زي ما قلنا، جبنا الفول الحصى نقعناه في مية وحطينا له شوية عدس مع شوية رز مع طماطماية مع فصين من التوم، وسيبنا الفول يغلي كده في الفوالة الحلوة الجميلة اللي عند الصغيرة ديت، والفول عندي جاهز اهوت. باخد الفول ده بضربه في الخلاط، ده اسمه فول شهر العسل. يا ريت نشوف مقاديره على الشاشة، مقادير بسيطة كلها موجودة عندنا. الزيت الحار، وهنشوف نعمل الزيت الحار ازاي، شوية طماطم شوية توم شوية زيت زيتون عصير ليمون توم وكزبرة، ما عملتش حاجة غريبة، والفول متدمس عندي هنا. باخد الفول ده بضربه في الخلاط، وبعد ما بضربه في الخلاط بصفيه، هتخلص من القشرة، الله. يعني عايز اقول لحضراتكم ان احنا في ايام شهر العسل فينا ناكل فول ما عندناش مشكلة، بس طريقة شيف ونص مش طريقة العربية اللي في الشارع. أيوة خلوا بالك، احنا في شهر عسل مش محتاجين يجينا تلبك معه ولا أي حاجة، لازم ندمس الفول في البيت، ما خسرناش حاجة. شايفين الفول زي الكهرمان ازاي؟ باين فيه العدس وباين فيه الرز
اللي اتهرس خلاص، والليمونة حلوة أوي، الطماطماية الحلوة، كل ده بيدي بهريس حلو أوي للرز. هاخد الفول ده كده وهضربه في الخلاط، وهجهز طاسة على النار كده عشان نعمل شوية فول عجب دلوقتي يتقال فيهم ايه شعر حلو أوي. هاخد الفول كده واسيبه هنا يبرد شوية كده على ما اشوف اخبار الرز المعمر ايه، وصل لفين. الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الله، تمام جاهز كده الرز. اوه شايفين الجمال؟ ايه الجمال ده؟ قوله تسلم ايدك يا شيف، حلو قوي. طيب خلونا نطلعه هنا كده، ده السمان في قلب الرز، نبص عليه كده اخباره ايه. اوه طبعا الرز متفلفل، هقول لكم شايفين حبات الرز بحبتها ازاي. طبعا انا اول ما حطيت الشوكه حطيتها فين؟ على القشطه، ما انا عارف السمان تحت القشطه، علامه كده، ده سر. حلو قوي، شايفين الحمار من غير ما اضيف اي حاجه، حلو قوي، تمام قوي. نعمل ايه بعد كده؟ طبق الفول الحلو، تعالوا نشوف الفول ازاي هنعمله. الفول عندي في الخلاط، ناخد الفول كده، حلو قوي. نخلي عايز اقول حاجه هنا، اذا انا بضرب حاجه سخنه في الخلاط زي دلوقتي كده، ما ينفعش اخلي الخلاط مقفول، لازم متهوي، خلوا بالكم، لان ممكن وانا بعمل الخلاط ومقفول كده البخار اللي هيطلع ده هيطلع يفرقع الدنيا، تدعوا عليا بعد كده، واحنا في ايام شهر العسل، في ايام مفترجه، ما ينفعش. فاشيل الغطا ده كده واشتغل. ايوه النار فين؟ ايوه تعالى، هو ده، شايفين الحراره اللي طالعه دي كده؟ ده لو مقفول كان زمانه بوظ وشه دلوقتي. حلو قوي، بضيف شويه ميه من ميه الفول، تمام كده. بصفي الفول تاني، برجع اصفيه بالمصفى الجميله هنا. حلو قوي، صفي الفول كده هنا عشان القشرة، طبعا القشرة هنا انا مش عايزها. باخد الفول كده في الطاسة الجميلة اللي عندي مع فص ثوم، ده فول شهر العسل، حلو قوي، مع معلقة زيت زيتون. الله، هو ده اللي انا بدور عليه، مع شوية ثوم وشوية كزبرة. الله، الريحة الجميلة ديت لسه، تمام. وانزل بالفول كده، هو ده، ده الفول جاهز كده، حلو اوي. وطي النار عليه، جاهز الفول كده، الفول سخن عندي، حطيته على نار شديدة على طول مع فص ثوم متحمر، اظبط الملح بتاعه، جاهز. اغرف طبق الفول الحلو ده هنا، عند عصير الليمونه حسب الطلب حسب الرغبه، سهله جدا. اهم حاجه ان انا اطبخ الفول صح زي ما قلت، واطبخه في البيت، ما اجيبوش جاهز. شايفين الطبق الفول ده؟ نحطه جنب الايه، الحبيب الغالي اللي بيقرب الحبيب، اللي هو العسل والقرع العسلي في العسل، ده الزيت الحار. الله، ما اقولكمش الزيت الحار اللي هو زيت الكتان، عارفينه احنا طبعا، حلو قوي. وبزينها كده بمعلقه طماطم عشان نكسر اللون الجميل ده كده، حلو قوي. بالسامع بتقولوا تسلم ايدك يا شيف، سامعكم والله، تسلم ايدك يا شيف. عملنا الرز المعمر بالسمان، عملنا القرع العسلي بالعسل خلطه شيف ونص بشهر العسل، وعملنا فول شهر العسل، حلقة جميلة لشهر العسل. تابعوني دايما الشيف أحمد المغازي، إبداع وفنون الطهي.